السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعدل قائما وللإيمان داعما وناصرا، وللكفر محاربا وداحرا. فيه خبر الأولين ونبأ الآخرين، فالحمد لمن أكرمنا به وجعلنا من حملته والمنضوين تحت لوائه، حمدا يليق بجلال الله تعالى في كل وقت وحين. يا حصن أمن المسلمين وفخرهم، يا خير ما نطقت به الشفتان من عند ربي، قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التليان. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن. يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، أنزل الكتاب العظيم هداية للمتقين وزادا للمؤمنين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله قد أيده الله تعالى بكتابه العظيم، وجعله مهيمنا على سائر الكتب، فأتى فيه بما يدهش الألباب ويثير العجب، فبلغه للخلق ونشر به العدل والسلام وأعلام الوئام بين الأنام. فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، عدد حبات المطر، وعدد أوراق الشجر، وعدد أنفاس أهل الجنة، وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم ونفسي عن عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. فإن الله تعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الكرام، لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بالقرآن الكريم الذي فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه تجبرا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولكن إن الذي نلاحظه في أنفسنا والمسلمين عامة هو قلة الاهتمام بكتاب الله عز وجل والإعراض عنه. واتسعت فجوة الصدود والإعراض إلا ممن رحم الله، وقليل ما هم. فوالله لا نصر ولا تمكين ولا عزة إلا بهذا القرآن. والله متى تركناه ونسيناه ابتلينا بكل خزي وفضيحة في الدنيا والآخرة. يقول أحد أعداء الإسلام وعدو الإسلام: لا ينام ثلاث ما دامت عند المسلمين فلن تستطيع إخراجهم من دينهم: القرآن في صدورهم، والمنبر يوم الجمعة، والكعبة التي يرتادها الملايين من المسلمين. فإذا قضي على هذه
قضي على الإسلام والمسلمين. لقد أثنى الرب سبحانه وتعالى على من عاش مع كتابه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأولى نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا القرآن عناية خاصة لمعلمه ومتعلمه، فجعل خير عباد الله معلما ومتعلما له. جاء من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وينبغي لنا يا كرام أن نتميز باهتمامنا بهذا القرآن لما شرف الله به حامله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قلب لا تشرق عليه شمس القرآن فهو قلب ملعون، وكل نفس لا تشرق عليها شمس هذا الدين فهي نفس ملعونة. عباد الله، من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه لا حسد في الدنيا ولا في مناصبها ولا في أموالها إلا في تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار وفي صدقات توصيلك إلى العزيز الجبار. ومن تأمل حالنا وجد حقيقة تقصيرنا في الاهتمام بحفظ القرآن ومدارسته، فلا بد من عودة صادقة إلى كتاب الله عز وجل قبل أن يفوتنا قطار المكرمات والفضل. يا أيتها الأمة الخالدة، يا أبناء من وزعوا الهداية على الإنسانية، يا أحفاد من نشروا لا إله إلا الله وساروا بها مهللين ومكبرين مشرقين ومغربين، إن هذه الأمة أمة زيادة تعطي الناس من القرآن ولا تأخذ منهم شيئا، وتوجه الناس إلى الحق ولا تتوجه بهم. فصلى الله عليه وسلم من معلم. لقد جربنا أطوارنا مع التاريخ، كلما تمسكنا بالقرآن كلما انتصرنا، وكلما تركناه خذلا، فإن هجرناه وتركناه ضعنا والله، وأخذتنا المبادئ الهدامة واستولت علينا الأمم الحاقدة التي تحقد على بلاد المسلمين وعلى شريعتهم وعلى مقدساتهم. فلا ملجأ لنا إلا الله ولا كافي لنا إلا الله. فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم حبب أبناءنا في تلاوته
وحفظه والتمسك به، واجعله نورا على درب حياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعظم حب القرآن في قلوبنا وقلوب أبنائنا، واجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم آمين.